هلو حبايبي كرام، كيف شو بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام. بدي اترك اليوم مقطع جديد يا اساطير. مقطع اليوم حبايبنا بعرف كثير، يعني انا صار لي فتره حبايبي ما كنت منزل لكم ولا مقاطع، مقلل يعني سحب كثير على اليوتيوب حبايبنا اخر فتره. الشباب كورنت لك شباب، بريت تقريبا باسبوع كثير كان صعب حبايبي، يعني من الحراره من الوجع الراس من حبيبي والله. المهم حبايبنا الان انا افضل والحمد لله اوكي يا اساطير. بس ولكن الشباب لان دخلت على اللعبه من شوي وشفت كثير اشياء شباب، بما انه معلم خلينا ندخل حبايبنا صلوا على الحبيب. عندنا هون شباب الفاير باس الجديد يا حلوين. اوكي هذا هو الفاير باس، يبقى عليه بشكل يا اخي سمكه ولا تبع طبعا. هون كنا بنقدر نعمل ليك ندخل على الفاير باس، كنا نقدر نشوف السكين ما في شيء. بس هون عندنا حبايبنا عندنا هون المسبق تبع رح نطلب المسبق، شحن المسبق شباب. رح تفصل عنا هون هي الدراجة، هي بلوز اوكي نكون جبنا الدراجة حلو. هاي بالنسبة لأول شيء الفاير باس شباب. وشي تاني شباب هون نزل عنا حبايبي تيشيرت البوتات اوكي، شكل جديد شباب. بس ولكن الشيء الحلو معلم انه هالمرة شاب نقدر اذا بيطلع لنا هالتوكن اوكي بنقدر نستبدله مباشرة، يعني نجيب السكيب 25 تغطى عليك شباب. خلينا ندخل معلم على السريع ونشوف حظنا معلم نعمل اول سبين. ليتس جو اول سبين 15 جوهر يا مان. باد معلم، باد مسلوق اوكي. هات نشوف ايو قولي. ايوه قولي طلعنا اول توكن معلم. حلو هاي اول توكن معلم، طلعنا توكن. هات نشوف تاني توكن حلو. بس لا معلم تعالوا نرجع نشوف مره ثانيه معلم كم سبين. قولي تالت توكن معلم بلوس يا كلمه كل، يعني خلينا نقول كل توكن واحد معلم ب 150 جوهره يعني عم بيطلع لنا. فهمتوا علي كيف يعني؟ هلا معلم اذا بضرب خلينا نشوف اذا كان 155 جوهره معلم عشان نجيب 25 توكن معلم رح يكلفنا تقريبا السكين كامل 3750. دايم كنت فاتح لي حاسبه قدامي حبيبي والله. لا هيك ما يمشي الحال شباب، لازم يطلع لنا السكين مباشره قبل ما يطلع هيك ببلوس. توكن ثاني اوكي نشوف كمان توكن ثاني. هذا هو اوكي كمان كمل يا اخي. اعطونا التوكنين معلم على ليلى، اعطونا التوكنين. طب شايف شو في رقصات هون حبيبي والله. اولي توكن كم صار عندنا توكن معلم؟ هذا شو كم صار عندنا توكن؟ شو عملت من توكنات معلم؟ اوكي شباب حبيبي والله. لكن مكتوب هون في مكتوب تحت على اليسار حلو، نقدر نشوف مباشرة يعني كل لفة معلم يعني حبيبي والله. هذا هو، اعطونا السكين يا زلمه ولو طبعا شباب لحد الان ممكن يطلع لنا السكين. يلا السكين معلم، ما في سكين والله يا شباب. صار لنا 13 توكن معلم، يعني زلمه هون معلم 25 توكن. ركز معي كيف ما طلع لنا السكين خلاص، يعني هذا هو معلم. اوكي 10 توكن نجيب السكين ولا شلون؟ دايم والله معلم خلاص حظي نحس معلم، لازم ابقى لبين ما اجمع 25 توكن لحد لما اطلع 2 توكن. اعطونا 2 توكن معلم بنفس الوقت. يلا ولو اوكي هذا هو والله يا جماعه ما بيطلع لنا. اوكي كمل سكين كامل 25 وهذا 20 كل واحد لحاله. قول لي معناته معلم خلاص بقينا 5 لفات واحد. شوف يا معلم ابدا يعني كل 10 لفات توكن ابدا. سبحان الله يا جماعه ما في ابدا درج. هذا هو يلا هي اخر شوف شباب، هي اخر لفه الشباب نشوف، هي اخر لفه حبايبي لنشوف عجب راح يطلع لنا السكين ولا شلون. باقينا لفه واحده ما بجيب توكن، بتعرف كيف ما طلع السكين؟ ما طلعنا السكين معلم. اوكي شباب خلاص راح نجيبه عن طريق الاكشنج هون معلم ونعمل تبادل بيجي بيكون بيك بيكون جبل السكين. نعمل اوبن معلم حتى لو نجربه كمان نقدر نشوف شكله معلم. قول لي والله يا جماعة معلم طالع باللوز يعني حتى مع الساكورا حبيبي والله. اوكي شباب هذا نسبة هذا الحدث. اوكي شباب هون نزل عندنا حدث معلم شفت من شوي اسمه عجلة ولا ما عجلة شو ولا ما اعرف شو هي معلم. يا شوفوا شباب العجلة هي السكين مثل كانت تحس نفسي يشبه تبع الفاير باس. ندخل نشوف هذا العجلة يا حبايبنا الكرام. ليتس جو هات لنشوف. اوكي هون انا معلم لازم نختار شيء يعني مضمون. اوكي رح نختار بطاقات حاضنة اوكي قولي ايوه هذا نشوف لفه بتبغي الحصول على الكفات المضمونه. اوكي هون
اوكي نعمل هيك اربع جواهر نشوف حظنا معلم. مبينه يعني معلم في والله في تخفيض على الطرف الثاني. حلو والله في تخفيضات شباب على كل لفه صار عليهم تخفيضات. هو فصلت اللعبه طبعا حبايبنا اللعبه فصلت عندي معلم من كثر ما الحظ عندي اسطوري اسطوري كثير. اي نعم اسطوري يا اخي حظ اسطوري يا اخي فصلت اللعبه معي انا حظ اسطوري معلم. لكن هات نشوف. اوكي اوكي نكمل باللف شباب. 100 جوهره معلم قول لي 150 يلا بلو يطلع لنا السكين معلم قبل ما يطلع يا زلمه يا زلمه قول لي بلوز قبل ثلاث لفات قبل ثلاثه معلم قبل ثلاثه يا جميل قبل ثلاثه يا شباب قول لي بلوز. او ماي جاد او ماي جاد ليش شفت طالع شباب نزلت شفت لاحظت كمان نازل تخفيض طبعا شباب صار تخفيض ثلاث ايام ماني داخل على اللعبه لان دخلت شباب عم بشوف الاحداث كلها مع بعضنا. اوكي عنا نزل تخفيض شباب مثل ما انتم شايفين للسكيل الرومات وبتقاتل هذول كله في تخفيض كله هذول كله معلم نازل تخفيض عليهم كل شيء تجر تخفيضات معلم ابدا كل التخفيضات عليهم معلم باللوز. طبعا شباب بالمناسبه حبايبنا كتبت الفاير باس بالمناسبه يا اساطير كيف شفتوا التحديث حبايبي الكرام؟ طبعا شباب ما لاحقت يعني جربوا بشكل كامل لحد الان لنشوفوا الاوضاع اول ما بلشت اللعبه يعني كان في شويه لاجات الان ما بعرف حبايبنا رح نجرب ان شاء الله على اللايف مباشر بعد شوي. اوكي معلم نكملوا شباب نشوف السكين الجديد هذا معلم على السريع يا اخي ما بيصير معنا جبنا هذا السكين لازم نشوفه هيك على السريع على التدريب نشوف شكله بالتدريب. نايس دخلونا بسرعه التدريب نبدا ندخل نطلع مباشر بشكل مباشر معلم. اوكي هات نشوف ما شاء الله هذا السكين الاحمر والله الصراحه شباب السكين حلو لون احمر حتى الحذاء تبعه يعني ماشي مش بس ولكن ما فهمت بشوي غريب شوي بويا شو هذا العلامه هون معلم هي شو هذا مين هذا والله ما اعرف يا شباب anyway. اللي بيعرف بعلم اكتبوا لنا بالتعليقات طبعا بالنسبه للسكين شباب ماشي طلع يعني باللوس حتى الحذاء تبعه يعني جد شيء مرتب المفروض نستخدمه بشيء ثاني. خلينا نشوف السكين الامواج البحر الابواج البحار هذا هو السكين معلم نعمل اوبن نشوف الوضع معلم نروح على البحار ولا اتلانتيك ولا شوف موجات معلم بتطلع موجات السكين بتطلع له موجات اكيد السكين شاب فيو خاصيه التخفيض الحقيبه يعني مثل كل السكينات النازله الجديده بلوس والله بتطلع له موجات السكين معلم هات نشوف نعم والله كل حسب بتطلع له سكين اصبر شو بتطلع له موجاتي والله حاسس انه طلع له موجات يا جماعه ما اعرف عجب جبنا تطر حدا او شيء اصبروا نشوف شباب صار ثلاث ايام علامه داخلين على اللعبه اصبروا نشوف هذا ندخل نشوف ياخذ يو ام بي يمكن يطلع لنا يمكن في افكت لما تطر شي لعبه او هيك حبيبي والله هذا ندخل نشوف قول لي والله فكرت يطلع له موجات شباب ما اعرف اما يا الله شفتوا هيد شوت شباب هذا لا قتلت واحد ثاني انا هذا هو قتلني يا زلمه قتلت هذاك بس اسطوره معلم اسطوره يا اخي اسطوره يا اخي اسطوره يا اخي دمي سبعه معلم تخسي تقتلني قتلوني اوكي شو والله العظيم فكرت انه السكيب طلع له موجات بعرف اي والله طلع له موجات يا اخي اصبروا شوي نشوف معلم المهم شباب هيك نفس الوقت شباب هيك بكون تابع مقطعنا اليوم حبايبنا الكرام قاعده بمركز على السكين يطلع الموجات ولا كيف ان شاء الله استمتعتوا معنا حبايبنا وان شاء الله حنرجع يعني للفيديوهات من جديد ان شاء الله باذن الله تعالى حبايبنا اكتبوا لنا بالتعليقات شباب ما طلع الموج لحد الان يا اخي بيطلع الموج يا اخي السكين anyway شباب اكتبوا لنا بالتعليقات حبايبنا شو تحبوا ننزل مقاطع جديده يا اساطير حطوا رايكم حبايبنا بتمنى لكم يوم سعيد وشكرا جزيلا لكم نشوفكم على خير السلام عليكم.